بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. متابعين الكرام في كل مكان مرة أخرى في هذا الشوط الخاص لبكار المحليات شوطنا السادس عشر الذي ينطلق على بركة الله وتوفيقه ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بداية مع مقدمة الشوط وهذا الانطلاق شوطنا ما قبل الختام للفترة الصباحية للفترة الغرامية بهذا الجو الجميل. بداية مع مقدمة الشوط مصيحة مع المركز الأول تطلق صيحات الندى صيحات النواميس بدأت من هذه اللحظة. أحمد بن غانم بن علي المنصوري مع المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات الخفيفة تتقدم مع شعار المجازف القادم من منازف. في هذه اللحظات يصل مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. الله يا هذا الاسم الرنان يا هذا الاسم العملاق يتقدم مع الخفيفة. المركز الثالث في هذه اللحظات المتسللة والمنطلقة من الجانب الآخر تتواجد مياسة راشد بن دنان بن فالح الشامسي يقدم لنا الشعار الرنان مع بن دنان. المركز الخامس في هذه اللحظات الانتقال الى المركز الرابع اولا ومن بعد ذلك الى الخامس. المركز الرابع اللي وصلت حفل المحتفلة حفل المنطلقة في هذه اللحظات ناصر بن راشد بن سعيد. ناصر بن راشد بن سعيد الجابري يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا حفل المحتفلة والمعلن عن هذا الاحتفال. المركز الخامس المنطلقة مثيرة التي بدأت تثير الجميع تثير المضمرين وتثير المتابعين علي بن سعيد بن سالم الهاشمي مع المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات هملولة محمد بن عبيد بن سويد العامري يصل في هذه اللحظات. وأيضا القادمة في هذه اللحظات شواهين خليفة بن ثاني بن عبد الله النعيمي بينما النقلة إلى المركز الثامن. الوثبة هي القادمة وناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري يقدم الوثبة على أرضية ميدان الوثبة. الوثبة التي تنطلق على ميدانها وفي هذه الغيوم لتردد وحب فوق الغيم لمع البروقي. الله يا الوثبة المتواجدة في هذه اللحظات. بينما المركز العاشر مهمة هي الواصلة في هذه اللحظات وانطلقت مهمة مع هذا المكان. وسالم بن حمد بالقرين العامري يقدم لنا مهمة ولكن أعود لأكمل هذه المهمة لأعود إلى مقدمة الشوط. ما زالت مع المركز الأول ما زالت هي المسيطرة ما زالت هي المنطلقة مع مقدمة الشوط. مصيحة ما زالت مسيطرة والناموس ما زال ينادي يا مصيحة ينادي واحدا من بين هذه الأسماء القوية الأسماء الرنانة. الناموس أيضا يشتاق لهذه الأسماء الأماكن مو بس هي اللي اشتاقت إلا والله الناموس هو اللي اشتاق. ما زالت مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري اغنم هذه الفرصة وانطلق يا بن يدا يا بن يدا مع المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات مياسة راشد بن دنان بن فالح الشامسي. الله يا الشامسي أشرقت شمس الشامسي في الغيوم في وسط الغيوم. المركز الثالث القادمة حفلة وناصر بن راشد بن سعيد الجابري يقدم لنا حفلة. المركز الرابع شواهين خليفة بن ثاني بن عبد الله النعيمي ولكن عود
إلى مصيحة الله الله يا مصيحة. ومهمة هي القادمة أيضا مع المركز الخامس سالم بن حمد بالقرين العامري قادم مع المركز الخامس. الأمور في خطر الأمور في خطر. نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى الصراع. مصيحة على المركز الأول ولكن بدأ الاحتفال بدأ الاحتفال مع حفلة حفلة مع المركز الأول. الله يا حفلة الله يا حفلة حفلة سيطرت حفلة انطلقت مع المركز الأول. يا سلام الله يا حفلة هذا الاحتفال وإلا فلا في هذه الأجواء الجميلة وحفلة هي المحتفلة وهذا الصبح ما هو مثل ما كان. يا حفلة الله يسعد صباحك وين ما كنتي ويسعد صباحك يا أبو حمدان. صباح النواميس صباح الورد صباح الفوز الجميل صباح الاحتفال مع حفلة. تهانينا لمالك حفلة على هذا الفوز ناصر بن راشد. أما خليفة بن ثاني بن عبد الله النعيمي المركز الثاني وصلت فيه مع المركز الثاني ناصر بن راشد بن سعيد الجابري. المركز الثالث وصلت فيه سمحة عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي. المركز الرابع مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري. خامسا المركز الخامس ما نسجلها مجهولة في الأخوان عند لجنة الخط والتحكيم هنالك الخبراء أيضا والمتواصلين معنا يسجلوا المركز الخامس. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام هذا التوقيت الزمني التوقيت الزمني الذي يسجل الأفضل تحت أقدامها تحت أقدام حضرتها ما شاء الله ما شاء الله. شكرا أبو حمدان. 7:46 وجزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا الخليفة بن ثاني بن عبد الله النعيمي على احتفالها بالفوز والتوقيت الزمني الأجمل والأفضل والأكمل. بينما المركز الثاني 7:47 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا الناصر بن راشد بن سعيد الجابري على الفوز الجميل والمستحق. وثالث المراكز 7:48 وتسع أجزاء من الثانية اللي وصلت مع المركز الثالث. نهني مالكها اللي مع المركز الثالث الحرسوسي عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي مالك سمحة. هكذا شوط الختام ينطلق على بركة الله وتوفيق أخي وزميلي سالم بن علي الحبسي. أنقل له الكلمة الأولى في هذا الصباح. لك الكلمة أبو علي.